السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي احط سبورت للدكت. لو انا رحت للسيستم هلاقي فابريكيشن بارت، هبدأ اضيف الحاجات الخاصة بالتكييف، اقول له سيتنج، وهاجي هنا اقول له ان انا عايز الحاجات اللي هي المتريك، وبعد كده ابدأ اختار الحاجات اللي انا عايزها، اقول له اوكي، هو بيبدأ يجيبهم لي اهمت. وهنا هتلاقي عايز التنجل ولا راوند ولا اكسد ولا هانجر ولا تبدا تختار الهانجر اللي انت عايزه، وتبدا تدوس مسطره لو انت حابب ان انت تلفه بالشكل دوت. ها ممكن مثلا تحطه هنا او هنا زي ما انت عايز. طيب هفترض ده على اساس ان ده الكبير اهوت. طيب هشوف الارتفاع بتاعه قد ايه، وهيكون مثلا 2900 مثلا، اللي هو اوطى حته في الضغط. وبعد كده هعمل سيلكت للسبورت دوت، اقدر اسحبه من هنا لهنا ومن هنا لهنا اهوت. وبعد كده ممكن اعمل سيلكت على الضغط واقول له ارجوك في 3D. هذا مع السبورت بالشكل دوت. تقدر تشوف بقى لو انت محتاج ان انت تعمل له ازاحه اكتر بالشكل دوت اهو. هيظهر معاك 3D بشكل دوت.